يسعد صباحكم مشاهدينا بكل خير وحب وسلام، ان شاء الله يوم جديد، طاقه جديده. صباح على اول شيء ضحى، صباح الخير ضحى. صباح المحبه عليك رولا وعلى كل الناس اللي قاعد يتابعونا اليوم من خلف الشاشه. صباح تتجدد بالعزائم حتى نحقق بالاحلام. طبعا خلونا نبدا فقرات حلقتنا اليوم رولا باهم وابرز العناوين. الاهتمام بالأناقة ومواكبة صيحات الموضة لم يعد شيئا يخص النساء فقط، حيث زاد هوس الرجال بأدق تفاصيل الموضة وأصبحوا أكثر اهتماما بتصاميم وألوان الملابس. وضيفنا مستشار الأزياء سعيد عمري حيكون ويانا حتى نناقش أكثر حول هذا الموضوع. حبه للقراءة وإصراره على الرغم من صغر سنه دفعه للكتابة والإبداع، الكاتب الصغير مازن رياض من استوديوهات أربيل. الحياكة بأنواعها هو محور حديثنا مع نور محمد يونس من أربيل. عبر السكايب من الولايات المتحدة الأمريكية الفنان التشكيلي باسم الشاكر. ومن بغداد، كيف تكتسب الوزن المثالي بطرق صحية مع ضيفنا الدكتور عمار غازي الإنصاري. من فقراتنا المتنوعة لحلقة هذا اليوم الشواطئ المتلألئة من جزر المالديف. أما سؤال تفاعلي لحلقة هذا اليوم فهو: ما هي الموضة التي سببت لك الإحراج نتيجة مواكبتها؟ ها رولا، بالنسبة لك شنو هي الموضة اللي سببت لك؟ يعني أيام قبل كانت أكون موضة مال الشيلة لما يلبسوها، وهنا أنا أكو فد ارتفاع فظيع. كانت صدق موضة بشعة جدا، كانت موضة جدا بشعة يعني، فأي وحدة بعدها مستمرة بهذا الأداء توقفه. طبعا نبدأ حلقتنا بفقرة الناس هواي ينتظروها اللي هي فقرة حالة الجو. الجو يأثر على مزاجنا، فخلونا نشوف شلون الأجواء والطقس في هذا اليوم. خلونا نبدأ بالعاصمة العراقية بغداد. اليوم درجة الحرارة في بغداد 16 درجة مئوية، الجو مشمس في بغداد. أما يوم غد فمتوقع أن تكون درجة الحرارة 18 درجة مئوية والجو كذلك مشمس. أما يوم الجمعة فتكون درجة الحرارة 20 درجة مئوية والطقس يكون كذلك مشمس. جو لطيف في بغداد. بالضبط، والشمس حلوة. ننتقل إلى محافظة الموصل. الجو اليوم في الموصل مشمس، درجة الحرارة 13 درجة مئوية، أما متوقع أن يكون اليوم غد الجو غائم بدرجة حرارة 14 درجة مئوية. أما يوم الجمعة فممكن تكون درجة الحرارة 14 درجة مئوية والجو يرجع مشمس. محافظة البصرة، الجو اليوم غائم في محافظة البصرة، درجة الحرارة 18 درجة مئوية. بالنسبة لغد، بيوم غد متوقع أن تكون هناك أمطار في محافظة البصرة ودرجة الحرارة 17 درجة مئوية. أما اليوم اللي بعد غد فممكن تبلغ درجة الحرارة 21 درجة مئوية بجو متوقع أن يكون مشمس. وختاما نصل إلى محافظة أربيل. الجو مشمس اليوم في أربيل بدرجة حرارة 13 درجة مئوية، متوقع أن يكون يوم غد درجة الحرارة 14 درجة مئوية بحالة طقس غائم. أما يوم ما بعد غد فممكن تكون درجة الحرارة 14 درجة مئوية والجو يكون مشمس. هاي بالنسبة لحالة الطقس في ربوع العراق. ها رولا، شو تحبين؟ مشمس. نحب الجو. أنا الجو، بالنسبة لي أنا أحب الأجواء المشمسة أكثر من الأجواء الشتوية. عكسي، أنا أموت على شيء اسمه غيم. الغيم هو بالنسبة لي the best. الغيم والبرد. بالضبط.
مشاهدينا مستمرين بفقراتنا، ونبدأ بأول فقرة وهي: تعتمد أناقة الرجل عامة على حسن اختيار الملابس المناسبة لشكل الجسم وطبيعة الشخص، والتنسيق بين الألوان واختيار القطع المناسبة معا. ولكن ما هي الأخطاء التي يقع فيها الرجل من ناحية الموضة؟ وحتى نجيبكم على هذا السؤال حينضم لنا، ولكن بعد الفاصل الدكتور مصمم الأزياء من معهد سوب ديلاين في باريس، وعنده شهادة في تصميم الإبداعي من كلية ويستمنستر في لندن، وغيرها الكثير من الإنجازات، المستشار سعيد عمري حنشوفه وياكم، ولكن بعد الفاصل. سعيدين جدا باستضافة الأستاذ سعيد العمري. طبعا أستاذ سعيد، نبدأ بالسؤال الأول، شنو هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن ترتكبها الناس اللي يتبعون الموضة بشكل دائم؟ أول شيء يسعد صباحكم. صباحك الورد. الأخطاء اللي هي الناس لازم تعرفها، أهم شيء الشاب قبل ما يروح يلبس ويشتري ثياب ويسأل أي حدا، لازم يعرف شكل الجسم. نحن بتعرفوا إنه أنتوا عندكم الصبايا عندكم أشكال جسم. نعم. والشباب عندنا أشكال جسم. إيه. وعندنا في شيء تاني للشباب بهم أكثر من الصبايا، اسمه نمط الجسم. يعني أيام بشاب بيكون شكله حلو بس بيكون أما هذيل أو شكله متوسط أو رياضي، يختلف اختيار لبس من شخص لشخص لشخص. ما راح ضيع الجمهور كلياته. لازم يعرف شكل جسمه، عمره، والمكان اللي رايح عليه، وشو بيناسبه أكثر، لون بشرته، عم نحكي عن تون وأندر تون، ليختار صح. إذا ما عرفون بيستشير أي حدا، بكل ديبارتمنت ستور كبير في حدا مستشار بيقدر بيسأله. طيب شلون يعني، ما شنو القواعد الأساسية؟ يعني ما هي القواعد الأساسية إنه على مود أحطها براسي قبل لا أروح أشتري ملابس كرجل يعني مو كامرأة؟ لازم أعرف أهم شيء عرض كتافي. نحن عم نحكي على البدلة، اللي هي البدلة اللي هي أحلى شيء للشباب، إن كان بليزر أو كان بدلة. فلازم أعرف أنا عرض كتافي قديه طول رقبتي، قديه حجم راسي، تمام، قديه أنا عندي متناسق البدي مع الرجلين ولا في عندي أطول وأقصر. هدول الأشياء إذا عرفهم بكل بساطة بيقدر يعرف الجاكيت لازم يكون أطول ولا البنطلون، هذا لون الجراب لازم يكون من لون البنطلون ولا من لون الشوز، هذا له علاقة بطول رجليه. إذا بدكم نحكي فيهم بالتفصيل نحكي، إذا عرفهم بالضبط هو بالأمان، إذا ما عرفهم طيب. بعض الرجال يشوفون هاي الامور انه امور انثويه، انه انا ادقق على لبسي وعلى تفاصيلي وعلى انه طول رقبتي وهاي، لا هو يروح يشتري قطعه وخلاص بدون اي تنسيق. شيء مبسط، طرق مبسطه، انه هنت بسيط شلون يقدر يختار القطعه المناسبه له بكل بساطه. حدا مثلا ما عنده رقبه ما بصير يختار القبه الكبيره بتقطع راسه، حدا عنده كتف ضيقه ما يختار شوي صغيره الكتف الاعرض حتى يعطيه تناسق بين بعض بين كتفه وراسه. ايام بنشوف كثير شباب كتفهم ضيقه بصير راسهم اكبر، بصير جسمهم بدي. اذا هو طويل ما يختار كثير كثير الجاكيت القصير، يقوم بيطلعوا رجليه كثير طوال. هدول الاشياء بسيطه. كثير ناصح ما يختار الكرويات، ما يختار البرنت اللي الفلوري الكبار اللي هو تعطيه عرض اكثر. الحزام كثير لازم ينتبهوا عليه، الحزام بيقطش اذا مو طويل ما يحطوا نهائيا ابدا. طبعا بندوز اسماء وناس مشاهير بالعالم ما بيلبسوا حزام نهائيا. وشيء ثاني صبايا، انه من جديد الحزام ما صار تم اساسي عند الشباب الا اذا الحزام كان هو اصلا موضه، يعني فيه لفته فيه فكره فيه ايديا، بس بشكل عام اذا الشاب ما حطه ما هو مطلوب منه يحطه. طيب استاذ سعيد، السؤال هو شنو اخر صيحات الموضه لربيع وصيف 2021؟ الموضه هي اربع اشياء، هي يا بتكون بالقماشه او بتكون بقصه او بخامه او بلون. فالشخص بيختار ايام، مو شرط يختارهم كاملات، لانه اذا اختارهم كاملات هذا شخص عم بيشتغل على الموضه. نعم. كتير يكون اصلا هو بهذا الفيلد، يعني مو معقول يكون عم يشتغل بالموضه وهو عم يشتغل بدومين بعيد عنه. نعم. بيصيروا الناس بتضايقوا منه. يعرف حاله فيه ياخذ من الموضه بس باللون، انت بتختاري الوان حلوه. فيك تاخذي من الموضه بس قصه او تختاري بس نقشه، انت ما فيك يعني ما لك محدده. وفيك تكوني كلاسيكيه او انيقه، بنسمي الشاب الانيق، حتى في صبايا هيك يكون هو حيادي بكل القصه. الالوان الاساسيه لازم تكون عند الشاب رقم واحد هو الاسود، دارك بلو والدارك جراوند والدارك سيلفر. مو شرط اذا شتاء او صيف بس هاي البيسك. هدول البيسك، هدول اذا شاب ما عنده يوم في هو بالخطر يعني. نعم. اوكي طبعا هدول لازم دائما القميص الابيض القميص الازرق، هدول ضروري يكونوا عند اي شاب طبعا وبدرجاتهم بكلياتهم. الجرافي قدي عرضه لازم تكون كل الشباب عندهم جرافي بالمينيموم، يعني في مناسبات ما بصير يروح اصلا عليها بالجرافي.
تمام؟ في يروح بلا بابيون، بس ما بيلبس بابيون اصلا، بابيون له علاقه بالقميص وله علاقه بالرقبه، بس فيه ما يكون يلبس هيك شيء، بس لازم يعرف قد ايه عرض البابيون، عرض الجرافي، له علاقه بعرض كتافه، له علاقه بفتحه الفي تبعت الجاكيت. شيء كثير بسيط، هندسي بسيط يعرفون يعني. تاتشز بسيطة. تاتشز بسيطة. زين شلون يقدر الشاب يعكس شخصيته على لبسه؟ يعني معظم هسه شبابنا انه دي يحاولون انه يتبعون شخص معين بالسوشيال ميديا او بالفن او من الفنانين، يروحون يتبعون رأيهم، شلون هو يقدر يختار شخصيته من خلال لبسه؟ يعني هو يحدد شخصيته. من أحلى الأسئلة. أكبر غلط عم بيعملوه الشباب والبنات إنه هن بيلحقوا مثلاً نفرض الفاشينيستا، الفاشينيستا هي الشخص الشاب أو كان بنت اللي بيلبس لإله صح. نعم. ما عنده خبرة يلبس غيره. بالضبط. هذا مو ستايلست. طبعاً. فهن لازم يسألوا حدا ستايلست يكون له. أكبر غلط إنه أنا مثلاً فور إكزامبل أنا بحب مثلاً لكاظم الساهر معجب فيه بس أنا مو ستايله، أنا جسمي مو جسمه، صح. مستحيل ألبس مثله يطلع صح. فأنا لازم أختار الأشياء اللي صح. بعمرنا ما نختار حدا يكون نقلده بالضبط. وفي شيء ثاني، ايام بتلاقوا تنتين بنات اخوه او توم او بعمر بعض بنفس الشكل بتلبس هي نفس اللبس اختها ما بيطلع عليها حلو مثلها، صحيح. فهذا موضوع بده يكون في استشاريين يعرف لك وين الصح وين الغلط. مو شرط يكون انا نفس الحجم بشخص ثاني والبس نفس لبسه بيطلع انه هذا بيرفكت. طيب استاذ سعيد، اكو فد شغله او فد ظاهره قاعد نلاحظها وظاهره سلبيه انا اعتبرها، لما نروح الدوائر الخاصه او الحكوميه اليوم نراجع نشوف بعض البنات بشكل مبالغ الاطلاله مالتهم، اوكي؟ لما نجي نسالهم يقولون ما نطلع طول اليوم بس نطلع للشغل ونرجع، فكل اناقتنا بهذا الوقت، وتكون الاناقه بشكل خطا بحيث مبالغه بالستايل وبنفس الوقت اختيار الوان ممكن تكون خطا للصباح. فخلينا نتكلم عن الوان الصباح والوان المساء. طيب هذا اكبر غلط بيعملوه الناس انه ما بيختاروا اللبس الصح للمكان الصح. صحيح. وانت مين عم تقابلي؟ انت عم تشتغلي بمكان فاشن، يعني انت عم تروحي الساعه 9 الصبح بس انت عم تبيعي ببوتيك ثياب، هذا لك لك اطلاله. طب انا كيف بدي اكون انا اثق فيكم واسالك اذا انا اصلا شفتك مانك بالشيء اللي انا يريح لي عيني؟ عم نحكي على دوائر ثانيه بالحكومه بالدوله باي مكان ثاني ما له علاقه بالفاشن، بشيء ثاني. لازم تلبس مو كثير لكجري لتبين، انتبهوا علي، مو اعلى من الناس. يعني دائما دائما بيكونوا الموظفين بساطه طبعا حتى يكون قريب من الناس، حتى يكون قريب. انا بحبك، والاراء واللكجري ما بيعطيك ريتش. الريتش هي جواتك انت طبعا، انت فهمان على كيف. في كثير ناس بيلبسوا حرام، بيلبسوا كل مالتي براند، ما بيقدموا لنا شيء خلص. يعني صحيح. تقدر تقول انه ملابسنا هي لغه التواصل، لغه التواصل قبل انه يكون أبداً يعني ابدا مطلع. انا ما بطلع على اللوجو او على التيشيرت تبعك، ولا بطلع على ساعتك، ولا ساعتك بتقرب لي انه انا بتعطيكي لي ادفانج. انا بطلع عليكي كلك كشخصيه ككاريزما، انا بقرب. فبشوف انا المبالغه بالثياب بتبعد عن الناس عن بعضها. الا اذا انت كنتي بحفل عم نحكي على اطلاق كولكشن لكارتييه، هذا بيحطوا لك كود دريس اصلا، شو بدك تلبسي؟ هذا قصه ثانيه. اللبس دائما الصبح دائما دائما من دون اي شيء الوان باستيل بكل كولكشن، صيف كان او شتاء. نحن بنعرف اذا كانت السيزون الواحد اللي بيجي نفس الوان الشتاء تندمج مع بعضها على الاقل 50%. فالصبح باستيل ان كان صبح او شتاء، صيف او شتاء. وللنساء والرجال طبعا باستيل. نعم طبعا. ما في الصبح الشاب طالع على انترفيو الصبح ولابستي مارون وغرافي مارون، بتحسي انه هذا. طب سوري بدي اسالكم سؤال، مزعج للعين. في لا انا عندي حل ثاني كمان طبعا مزعج. في عندي حل انه هي البنوت اللي عم تلبس هيك الصبح، اذا انا طلبتها على ميتنج او انترفيو المساء شو بتلبس؟ تحكي اذا هي كانت معي الصبح صح، فهي الصبح لابسه سواري. طيب او ميني سواري. ميني سواري. طيب بالالوان المتوقع ان تكون للصيف 2021 وربيع 21 بالنسبه للرجال، خلينا احنا اليوم متخصصين بالرجال فقط، منطيكم طيب. حريتكم ومساحتكم. طيب شكرا كثير لكم. نحن دائما مهضوم حقنا وقت بتكون الوان بالموضه كل شيء. فالوان دائما بتكون للصبايا، نفرض هي 16 لون، بيكونوا للشباب المساكين 8 بس حصرا ايه، والاولاد بيكونوا دبل عن البنات. يعني الشباب بيكونوا نصف الوان البنات الصبايا، والاولاد بيكونوا دبل. اذا انتبهتوا على محلات الاولاد بتكون الوانهم اكثر كولكشن. اولاد عم بحكي مو رجال، عم بحكي على البيبيز. البيبيز بيكون الوانهم دبل. فالصبيان الثمان الوان تبعتهم مينيموم عندهم ثلاثه البيزك اللي هي لازم تكون، اللي هي ان كان ديجرادي تبعات البراون للبيج والكحلي للاسود والاوف وايت للبلو. هدول الوان البيزك، شو ما كان بالموضه هدول مو موضه، هدول موجودين بيسك لكل الرجال وموجودين للصبايا. ولو ما شفتوهم انتم باي ديزاينر هدول موجودين لكم. نرجع على الشباب. هلا كيف بتصير الموضه؟ نحن هلا عم نحكي على السنه هي 21
22 يعني 2021 السنه فقط هي الوحيده ست الكورونا العجيبه لون الموضه هو اثنين هو الاصفر والفضي يعني ما ليش هاللونين بالضبط؟ ما هن هدول ماتشنج هدول السنه كلياتهم اه اوكي شباب بنات اوكي الموضه ما بتكون شباب لحال وبنات لحال بتكون للشباب وبنات بس درجات اللون تختلف يعني البنات بيقدروا يلبسوا مثلا اشياء بدرجات كلها وبتكون اصفر بتقدروا انتم تلبسوا اعلى لايت من الاصفر كل الدرجات الشباب لا الشباب ماكسيموم عندهم بيلعب فيه هو البوكيت سكوير ماكسيموم بيلعب فيه هو مثلا فرضا اذا كان عنده حزام فيه تاتش صغيره او الدوت او البوينت تبعت الجرافه اللي ملونه هذا اكثر شيء او بيكون بقى شاب فاشن شيء ثاني عم نحكي عليه. طيب سؤال اخير بالنسبه لللبس اللي مشقق والمهدر اللي صار ترند من السنين الماضيه شنو رايك بيه انت كمصمم كمستشار لبس شنو رايك بالنسبه للبس المهدر؟ هذا تكميل للجينز. الجينز اول شيء بدي للعمال والفقراء شوي شوي صار للناس الثانيه صار ترند لكل الدنيا ما في حدا ما عنده جينز صح طبعا هو بديل للعمال. البنطلونات المشقشقه هي بديت للناس الفقراء اصلا صح. كان اذا حدا اذا بتذكر او كنا صغار اذا بنطلون بنخزق فورا حدا بيحط لك عليه باتش او بيخبيه للخزقه اذا كنا صغار او هيك انه هذا عيب كثير يبين اذا حدا مخزوق طبعا اكيد. هلا اذا البنطلون مو مخزوق ما حدا بيشتريه اصلا بالضبط. فهي هي موضوع هيك الموضوع عم يختلف يعني انا بسميه التلوث البصري يعني تلوث بصري اذواق الناس. انا عندي اياهم هذول باي ذا واي يعني عندي اياهم بلبسهم طبعا طبعا احنا كلياتنا عندنا بس انه هو صار فتره صار ترند بس صحيح. هل هو صح لا او لا؟ لا مو صح مو صح انه نلبسه طبعا سبيشال اوكيجنز يعني ويا اصدقائك ويا اهلك ويا عائلتك بس اكيد مو على انترفيو يعني اون فوكس يعني على اكسبوجر معين او على تصوير او كذا وانتم ناس مشهورين اكيد لا مستحيل لا طبعا لا يعني يعطي طابع سيء ما بيعطيك الاليجنت ايه اه في مثال صغير معطيه هذا مثلا انا معجب بحدا مثلا فرضا اسمه اوبرا اوبرا اللي هي نمبر 1 مذيعه بالعالم شفتوها شي مره لابسه مشقوق او طالعه لا 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 شفتوها شي مره مخزقه ابدا طب ليه هيك عم تعمل هي عم تعطي الايكون خلص انا هذا طبعي مع فلوس كثير كل ديزاينريات الكره الارضيه بيقدروا يلبسوها فهي عم تعطي ايكون مثل فينا الشباب كمان تانيين فكل ما انتم كنتم مفوكسين على شغله الناس تتذكرك اكثر وكل ما كنتي انت ماسي او فوضى بينسوا الناس ستايلك اه اوكي بالضبط نشكر وجودك ويانا طبعا اكيد شكرا جزيلا لك استفدنا كثير واستمتعنا معك وان شاء الله همتين الناس من خلف الشاشه يكونوا استمتعوا واستفادوا شكرا لكم استاذ صباح واستاذ صباح رجعنا وياكم من بعد كلام حول الموضة والتفاصيل الحلوة مال اللبس والألوان اللي ناس هواي مهتمين بها ويحبوها خصوصا الرجال الفئة المظلومة اليوم حاولنا انه نغذي الطلب مالتكم طبعا نروح من الموضة والأناقة الى موجز مع الأخبار ويا سمراء شلون الأخبار ويات سمراء اول شيء صباح الخير صباح الورد عليك والمحبة الله يسلمك الأخبار كالعادة يعني يمكن هيك تتراوح دائما عندنا شيء شيء بيكون شوي مزعج شوي تكون حلوه مثل الالوان ان شاء الله تكون حلوه مثل بالضبط ان شاء الله صباح الخير مشاهدينا في كل مكان واهلا بكم الى هذه الوقفه الاخباريه الاولى لنهار اليوم مع موجز من قناه الشرقيه نستهله من العراق والامارات حيث امر الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي بتوفير العلاج لطفلة عراقية بعمر 19 شهرا تعاني من مرض ولادي نادر وتكفل الشيخ محمد بن راشد بعلاج الطفلة لافين إبراهيم جبارة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال وتوفير العقار الطبي الخاص بحالتها والذي تبلغ كلفته أكثر من مليوني دولار أمريكي في واحدة من المبادرات الإنسانية التي يتبناها سمو الشيخ ضمن مبادرات عدة لم يعلن عنها من قبل وكانت عائلة الطفلة لافين ناشدت الشيخ محمد بن راشد لعلاج طفلتها التي تعاني من ضمور العضلات الشوكية لعدم قدرتها على تحمل دفع مصاريف العلاج
هذا وتوجهت عائلة الطفلة العراقية لافين بالشكر والثناء للشيخ محمد بن راشد الذي وجه بتوفير العلاج الذي تزيد كلفته كما ذكرنا على مليوني دولار. وأشادت العائلة بمبادرة الكريم سليل الكرام التي وفرت عقارا يعد الأغلى في العالم ويقدم لمن هم دون سن العامين على شكل حقنة واحدة لعلاج ضمور العضلات الشوكية. إذن انتقلت فوضى المركبات في بغداد من السير غير النظامي في الشوارع إلى التجاوز إلى الأرصفة على جانبي الطريق. ويقول مواطنون إن غياب المحاسبة وزيادة أعداد المركبات وزحامات الذروة تسمح بالتجاوز على محرمات الطريق. ومع استئناف الدوام يوم الاثنين بعد انتهاء حظر التجوال الوقائي شهدت الشوارع والطرق زحامات شديدة مع توجه المواطنين إلى مقر أعمالهم وقيام بعضهم بالتجاوز على محرمات الطريق في ظاهرة تنم عن ضعف الالتزام بضوابط المرور وعدم فرض الرقابة الكافية. يعتزم البابا فرانسيس إقامة صلاة بين الأديان مع أو في موقع أور التاريخي بمحافظة ذي قار خلال زيارته للعراق في الخامس من الشهر المقبل. ويأمل علماء الآثار المحليون أن تجذب الزيارة الانتباه مجددا إلى المكان الذي يحظى بالاحترام باعتباره مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام وتقادم السياح لزيارة هذا المعلم التاريخي الفريد جنوبي العراق. وتعد مدينة أور إحدى أقدم مدن العالم ومركز الحضارة السومرية القديمة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول مقطع صوتي من المريخ. هو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة بريس فيرنس. كما نشرت ناسا أيضا أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر ولما يعمل الميكروفون أثناء الهبوط. لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ. وشغل مهندسو وكالة ناسا مقطعا صوتيا قصيرا بما قالوا إنه هبة ريح على سطح المريخ. استنفرت السلطات النيوزيلندية أجهزتها لمحاولة إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة العالقة على شريط ساحلي في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية، وهو المكان الذي غالبا ما تنجح أو تجنح إليه مجموعات من هذه الحيتان. وأعلنت وزارة حفظ التنوع الحيوي العثور على 49 من هذه الثدييات في فارويل سبيت، وهو شريط رملي يقع على بعد 90 كيلومترا شمال مدينة نيلسون، ونفق ما لا يقل عن 9 حيتان طيارة فيما يواصل نحو 60 شخصا العمل على إنقاذ باقي الحيتان وإبقائها على قيد الحياة على أمل أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل المد. أعلنت السلطات الأمريكية توقيف زوجة خواكين التشابو غوسمان في مطار واشنطن الدولي للاشتباه بانتمائها إلى شبكة تهريب مخدرات. ومن المفترض أن تمثل إيما كورونيل التي تحمل الجنسيتين المكسيكية والأمريكية أمام قاض فيدرالي. وكان التشابو الذي شارك في تأسيس كارتل سينالوا المكسيكي يعد أكثر تجار المخدرات نفوذا في العالم. وفي تموز يوليو 2019 حكمت عليه محكمة فيدرالية في بروكلين بالسجن مدى الحياة على خلفية تهريب 1200 طن من الكوكايين على الأقل إلى الولايات المتحدة خلال 25 عاما. وخبرنا الأخير يخص عملنا الإذاعي والتلفزيون، فقد أطلقت أكاديمية الشرقية للإعلام ثاني دوراتها المتخصصة بصناعة الكاريزما في التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى. الكاريزما في أصلها اليوناني تشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض الأشخاص أو هي القدرة السحرية للتأثير على الآخرين. ويتلقى المتدربون على أيدي خبراء وإعلاميين كبار في هذه الدورة
دروسا تخصصية لصقل مواهبهم وقدراتهم بما يؤهلهم للالتحاق بمجالات إعلامية متنوعة في مقدمتها الإذاعة والتلفزيون. وكما هو معروف فإن الكاريزما ضرورية جدا في التقديم الإذاعي والتلفزيوني، حيث يشكل الحضور البهي والمقنع للمقدم جواز مرور له إلى قلب ووجدان المتلقي، وذلك من خلال مواصفات معينة سواء على الصعيد الصورة أو الصوت أو الإلقاء، إضافة إلى المضمون القوي والمؤثر. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز ونعود إلى رولا وضحى وباقي فقرات صباح الشرقية. شكرا جزيلا لك سمراء، وكل التوفيق لكل المنتسبين لأكاديمية الشرقية. الإعلام طموح حلو ولكن الإنسان لازم يسعى لكل الناس اللي يحاولون أنه يقدمون على شرقية. وصار المجال الآن مفتوح، يعني زمان كان مقتصر على التوظيف بالمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، الآن صار السوشيال ميديا صارت منبر كبير لكل حدا بده يصير إعلامي لنحكي. بالضبط، شكرا جزيلا لك سمراء، ممتنين الموجز. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا وبهاشتاج حلقتنا هذا اليوم. أكو أحد جاوب، هو أول شيء الهاشتاج يقول ما الموضة التي سببت لك الإحراج نتيجة مواكبتها؟ أحد التعليقات قالوا أنه أنا ما أواكب موضة معينة، أشوف اللي يناسبني وأخذ أستفيد من عنده، إذا ما ناسبني خلاص أتركه، مو شرط أنه أتبع الموضة. صراحة رولا هاي نصيحة أمي، كانت دائما تقول مو كل شيء موضة، لازم تأخذون الأشياء اللي تناسبكم والشيء اللي ما يناسبكم حاولوا تبتعدون عنه. الإجابات مثل ما قلت كثيرة والتفاعل قوي، أكو هواي ناس يقولون عن الحواجب الشيطانية. طبعا أكو جتي فترة من الفترات أنه صارت مودة أنه الحواجب رفيعة، وهسه رجعت مودة الحواجب الثخينة. بالضبط. صراحة ما أعرف، يعني أشوف أنه لازم الواحد ينتبه إذا هالشي ناسبها، خصوصا النساء، إذا هالشي ناسبها أو لا، أنه لا تروحين تسوين المودة رأساً. بالضبط، وبعدين ممكن تندمين عليها. بعد هماتينا شنو عندنا؟ ويانا بكر. اهلا بكر. بكر صباح الخير. صباح الخير. ها بكر بشرنا، شلون هالموضه وياك؟ هل انت من مواكبي الموضه؟ والله شوفي، اني التعليق اللي قرأته رولا قبل شوي عن انه الشخص يشوف اذا هاي الموضه ترهم عليه ممكن يواكبها، لكن اذا ما حلوه عليه مو لازم، انه انا ما مجبور لان هي موضه لازم البسها حتى لو ما كانت حلوه علي. انا يعني اغلب الاحيان ممكن يعني اشتري ملابس تكون متناسقه بالنسبه لي كالوان وشكلها حلو علي، ومو لازم تكون يعني اخر صيحه، المهم انه انا مظهري يطلع احسن من ما البس شغله ممكن تكون هي موضه. وبالاخير ممكن انا وقعت بهاي الاغلاط لما كنت مراهق. لا كلنا مرينا بهاي المرحله. طيب يعني طيب بكر، بعدين بديت شوي يعني انضج. طيب بكر، شنو هي الاخطاء اللي انت وقعت بها؟ يعني احنا حابين نعرف. اعترف لنا. والله شوفي، هي الفكره انه على ايامي لما ايام المراهقه كانت نازله موضه اللي هم الرابر اول ما صاروا. ايه. وكانت الباندز هي المسيطرة بالساحة الغنائية، يعني كانوا باك ستريت بويز، انسينك، فايف، ويست لايف، هواية كانوا بلو، كل يعني خلينا نقول مجموعة كبيرة، وكان لهم فد ستايل معين اللي هو الباجيز والتيشيرتات الطويلة والزناجيل والشفقات وهاي الأمور، فهاي كانت مسيطرة كلش على دماغي أيام المراهقة. أكيد ما ندري عليها. وأنا كنت من عشاق هاي الباندز لحد الآن، أنا أسمع بين فترة وفترة أسمع هاي المدارس الأولد سكول يعني. طيب طبعاً بكر رح نتركك ويا فقراتك، أكيد محضر لنا فقرات متنوعة وحلوة والجمهور مشوق يشوفها، فنتركك ويا الفقرات. شكرا لكم، حياكم الله اعزائي المشاهدين، مستمرين معكم بفقراتنا لهذا اليوم. وهاشتاج البرنامج مثل ما شفتوا انه شنو الموضه اللي سببت لك بعض الاحراج عند مواكبتها، يعني هل فد لبسه معينه، فد قصه معينه ورا ما سويتها لقيت نفسك انت غلطت غلطه حياتك يعني.
كتبوا لنا على صفحتنا بالشرقية بالتعليقات على البوست موجود وخلي نشوف أجوبتكم. طبعا بداية أنت ما تقدر تحكم على فتشي أنه أنت ما تحبه لحد ما تجربه، صح؟ يعني لما تجي مثلا أنت فد أكلة معينة تريد أنت بينك وبين نفسك أنت ما تحبها لكن أنت ما مجربها، وهواية صارت بهذا. أنا من الناس مثلا عندك نضرب مثلا بالسوشي، أنا ما أحب يعني البحري كلش لأن يسبب لي مشاكل يعني، فأني كنت كلش مبتعد عنه، لكن في يوم من الأيام صدفت أنه أكلت وهسه أني مدمن هاي الأكلة. فهي أنت ما تعرف. نفس الشيء اللي صار ويا مازن. مازن ما يحب القراءة لكن يحب يشوف الكتب مرصوفة عنده بالبوفية أو يشوف وين يحبون يخلون الكتب. ففي يوم من الأيام إجا كتاب بإيده وظل يقرأ، فانتاب شعور هو ما حس به قبل، وهذا الشعور أنا أعرفه شنو. أنه أنت لما هواية أكو ناس مثلا تقرأ بس يقرأ بآيباد أو يقرأ على الديسكتوب على الكمبيوتر، لكن لما تقرأ بكتاب، وأنا هاي طبعا أكثر من مرة ذاكرها، لما تلمس الورق وتقرأ خصوصا إذا كانت رواية أو قصة معينة راح يدخلك بجو أنت ما حاس به قبل. مستحيل أقدر أشرح لك إياه إذا ما أنت تجربه. لما تقرأ الرواية وتدخل بتفاصيلها وتتحمس تعرف إيش حيصير، مثل ما أنت دا تشوف فيلم لكن تكون أنت داخل هذا الفيلم. فمازن صارت به هاي القصة أو صار به هذا الموضوع إلى درجة أنه هو حاول أنه يوصل هذا الإحساس إلى شخص ثاني، فبدأ يكتب، هو بدأ يكتب وحاول أنه يألف كتاب، ومرة بعد مرة لحد ما وصل وألف رواية رغم صغر سنه. فهذا الشيء حلو انه هو يريد يوصل الاحساس الغيره، لانه هو شعور جدا جميل، فما يريد يكون بس هو اللي يحس به، لا يريد يحسس غيره بنفس الاحساس. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع مره اخرى. مازن رياض، مواليد 2003، مدينة الموصل، طالب في ثانوية المتميزين الأولى. كانت بداياتي بالقراءة والكتابة جدا متأخرة بالنسبة لي. كنت دائما من كنت طفل أنزل مع والدي على شارع النجفي. كنت دائما معجب بشكل الكتب على الأرفف، لكن ما كنت مهتم بقراءتها لأن دائما كانت الكتب من القطع الكبير وبصفحات كثيرة، ودائما متخصصة بكتب بتصنيفات مثل الفقه والدين والسياسة البحتة. لذلك لم أكن مهتم بالقراءة إلا بالقصص القصيرة، قصص الأطفال. بعدها بعمر 13 اكتشفت كتاب بالصدفة. كان الكتاب عبارة عن مقالات للدكتور مصطفى محمود تحت عنوان عالم الأسرار. كانت فكرة قراءة كتاب بشكل مقالات متنوعة ومختلفة عن ما أقرأه بالدراسة أو بالكتب المنهجية جدا ممتعة ومختلفة بالنسبة لي. بعدها لم أكمل الكتاب حتى في وقتها، لكن وجدت العديد من الكتب ذات العناوين المثيرة للانتباه، تصفحت فيها ووجدت الكثير من الكتب الرائعة. بدأت القراءة وبدأت باكتشاف نفسي في هذا العالم. أحببت الرواية، أحببت صنف الرواية جدا. بعدها في يوم ما قرأت رواية للكاتب الإنجليزية غاث كريستي تحت عنوان ثم لم يبقى أحد. كانت الرواية جدا مجنونة وأحداثها مفاجئة وصادمة بالنسبة لي، وأعطتني شعور بالاكتفاء والرضا، وأردت أن أعطي الشعور لأحد آخر. وببساطة قررت وقتها أن أكون كاتبا. بعدها كانت لدي محاولات بسيطة بكتابة نصوص، قصص قصيرة وغيرها.
مازن رياض روائي شاب ذو وعي عميق وإمكانيات سردية عالية. الحقيقة تصلنا الكثير من المشاريع روايات لكتاب ومعظمهم شباب، لكن أغلبها يتم رفضها لعدم جودتها. إلا أننا بعد أن استلمنا مشروع رواية أسود وأبيض لمازن تفاجأنا برواية ذات تقنيات سردية ممتازة ولغة رصينة. دعم مازن لأننا نعتقد أنه سيكون نجما ساطعا في سماء الأدب العربي. أسود وأبيض بدأت كتابتها عندما وجدت فكرة تلح علي لكتابتها، وظننت بأنني مستعد حينها. بدأت الكتابة عام 2019 بجدول من الكتابة اليومية، جدول صارم، كان كتابة يومية تقريبا 5 ساعات في اليوم. الرواية بشكل عام عن فلسفة الخير والشر، وعن المتناقضات في العالم، وعن الأسود والأبيض كما هو اسم الرواية. كانت الفكرة بالنسبة لي ممتعة بأن أضع هذه الفلسفة في عالم واقعي وفوضوي كعالمنا، وأن أبعد هذه الفلسفة عن الكتب الجامدة التي تناقش هذه المفاهيم. في البداية لم أكن أكتبها بشكل أوصل رسالة، أو حتى لأنني لم أكن أعلم ما هو شكل الرواية وما هي الرواية أو كتابتها، لكن كلما تقدمت وجدت الرسالة والهدف منها. الهدف أتوقع أنه كنت أريد إيصال للقارئ بأن جميعنا نحن كبشر لا يمكن أن نكون خيرين أو أشرار، بل يمكن أن نكون اثنينهما معا، يمكن أن نكون رماديين أحيانا. فلذلك لا يجب علينا أن نطلق الأحكام على الآخرين. وبنفس الوقت هناك في شخصية آدم هي تعطي للقارئ شعور بأنه يجب أن يتبع أحلامه ويحققها. عاشت ايدك مازن طبعا، ونحييك انه انت بديت تسوي هاي الخطوات حتى تنقل تجربتك لغيرك وما تحتفظ بها بس لنفسك، لان هواي اكو ناس لما يحس احساس حلو ما يحب ينقله، لكن انت من الناس اللي تحب انه تشوف هاي السعاده او تشوف هذا الاحساس الحلو اللي انت حسيته تشوفه بغيرك. فشكرا لك، وان شاء الله نتمنى لك كل الموفقيه. واليوم عندنا موهبه عراقيه مميزه طبعا، رغم صغر سنها لكن هي اشتغلت بالحياكه وقدرت تجذب الأنظار لها بالفترة الأخيرة، وهذا اللي خلاها تكون ويانا اليوم بصباح الشرقية. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ. طبعا نور محمد يونس هي رغم صغر سنها لكن مثل ما تشوفون هاي كليتها أعمالها، لكن بداية خلينا نبدي تعرفينا عن نفسك. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي اليوم بقناة الشرقية، كل شيء يسعدني ويشرفني هالشيء. اسمي نور محمد يونس الحمطاني، عراقية موصلية ساكنة بأربيل. بدأت مشروعي حديثاً والحمد لله ما تفاجأت بأنه وصل للوطن العربي وأصدقه وصلت للعالم كله. حلو، يعني هاي خطوة ممتازة. زين بعدك بعمر صغير، أنت شلون تعلمتي الحياكة؟ يعني من يا عمر بلشتي؟ بلشت بعد التخرج. أنا خريجة بكالوريوس تربية أساس قسم إنجليزي من الخمسة الأوائل. خريجة أصلاً؟ نعم. اوكي. شكلك صغير. شكرا جزيلا. من الخمسة الأوائل، بس صادف ماكو تعيين، ماكو الظروف يعني، فقلت مستحيل أن أقعد بالبيت بدون أي فائدة أو شيء. صحيح. بدأت أول شيء أشتغل فواصل كتب للمكتبات. حلو. قدمتها بأفكار وأشكال منوعة والحمد لله حبوها، أخذوا مني وبدأت مشروعي. يعني مبلغ كلش صغير، 10,000 دينار ممكن بس يعني أو أقل. مجرد اشتغلت يعني أول شيء الموارد الأساسية اللي بدأت يعني، وبعد الحمد لله بدأت أتطور
زين شنو الانواع اللي انت تقدميها بالحياكه؟ اشتغل اشياء منوعه، مثلا شالات، دمى، مخاديد صغار، تلبيسه كتاب، مفارش، يعني كثير. هذا كله شغلك طبعا؟ كله شغلي الحمد لله. اوكي خلينا نشوف. استعدي مثلا هاي مفارش. هاي مفارش. نعم. هاي مال اللي هي تتخلى على الميز. نعم على الطاوله. وهاي اللي هي تكون هاي الصغار تكون جوا الكوب او نعم. حلو. هذا تلبيسه كتاب اليوم حضرتك العفو. اي نعم. هاي تفيد مازن هاي. منظر احد ازدك واحد على الشاطئ، احدى روايتي المفضله. حلو. فممكن يكون تلبيسه مصحف ايضا او تابلت او ايباد. هذا الفيل هو القطعه الاكثر شهره. شوي بعيد عن حضرتك عن المخده. يا هو هذا لو هذا؟ لا هذا. هذا؟ لا هذا. هذا اوكي. هو القطعه الاكثر شهره بالمتجر، يكون تعليقه سياره او ميداليه او شيء. هذا استلهمته من الروايه ايضا لاني قارئه منذ الصغر، يعني من السنه الخامسه. حلو. ايه. زين، وبعد ايش عندنا هنا؟ هاي بطانية الحورية، هم القطعة الأكثر شهرة، ثاني قطعة. أوكي. زين هاي شنو؟ تكون الواحد يعني يدخل بداخلها وعلى شكل حورية من الجو بالداخل. أوكي، يعني هاي إنه واحد هو قاعد يم الصوبة وشاي متمدد أوكي ومتمدد ماخذ راحته وماخذ راحته، وهذا شنو؟ نعم. وهذا الشال هو تصميمي الشخصي، أنا ظليت أتعب وأشتغل يعني، بس مجرد كان تصاميم أخرى من اليوتيوب أستقيها أو من غير مواقع. يعني أنت تقلديها؟ أقلدها بالضبط. هذا بس هذا ديزاينك أنت بالضبط، هذا هو التصميم الشخصي اللي نفسي. حلو. فمجرد اخذت الالوان من الزبون، اقترحت عليه انه كذا فكره هكذا فكره، قال لي اوكي انت اشتغلي اللي يعجبك. وهذا الشال مسافر للكويت ان شاء الله. راح يروح للكويت. نعم. حلو. زين. شكرا جزيلا. وهنا عندك هاي مخاد. نعم كفوف. وهذني شنو؟ هذني يكونوا التوزيعات مثلا عيد ميلاد او مثلا البيبي شاور او كذا، يسوون مثل ميداليات صغار او يخلوهم يعني مثلا. اوكي. حلو. زين، انت اكو شخص بحياتك انت متاثره به كلش، خلينا نقول اللي هو جدك، صح؟ طبعا هو احد الفنانين الكبار كلش، يونس الحمطاني. هو الفنان الراحل يونس الحمطاني كان رسام، نحات، مشرف تربوي، واب رائع ومصور. ما شاء الله ملم يعني كل ملم الفنون. جدا، للاسف رحل بعمر صغير، يعني باوج ابداعه ونشاطه بعمر 57 سنه. فيعني انا كلش مهتمه، ويعني هالانسان كلش اثر بي، مو بس لانه جدي، لانه انسان رائع جدا. و زين انت شنو اللي دفعك تروحين للحياكه؟ يعني هل لان جدك كان فنان او انت كان عندك فد هدف معين؟ انا احب الحياكه، احب الاشياء المصنوعه يدويا، دائما اقول للزبائن ان القطعه المميزه للشخص المميز، انه كل شيء متوفر بالاسواق وكوبي بيست، انه الكل تلبسه والكل تستخدمه، بس هالقطعه مميزه، يعني هالديزاين عملته لهالشخص ما راح اعمله اكرره لشخص ثاني. فانت متاكد انه انت تلبس شيء يليق. مو هي هاي الفكره الحلوه بالشغل اليدوي؟ دائما يكون حتى ماديا اغلى من الشغل. نعم. العادي، حتى اذا تشوفين بالسيارات، صح، اكو سيارات لما تجي يكونون مشتغليها شغل يدوي على فد اجزاء معينه بالسياره، صح. اوكي، فيكون سعرها هوايه اغلى من السعر العادي، لانه هذا راح يميزه. تمام. يعني انت من اجيتي سويتي بلوز اوكي لشخص، لزبون اجى لبسه، ماك واحد بالعالم راح يلبس نفس هذا البلوز. بالضبط. هو فقط هو هذا اللي يعني بالضبط. لكن انا مثلا اليوم لابس قميص، القميص هذا ماخذه من احد المحلات، هو يطبع مئات من عنده اوكي. فممكن انت تمشي بالمول تلقى خمسه لابسين من عنده. وشي مزعج. وهو هذا اللي يميز، انه انت لما تاخذ شغله يدويه تكون تميزك عن الباقين، لانه مستحيل راح تشوف واحد غيرك لابسها. نعم. زين، وين حابه توصلين؟ يعني شنو طموحك؟ انا طموحي كبير طبعا. اول شيء بديت بمشروعي، وانه طموحي اوصل للوطن العربي، للعراق، للخارج، بس حاليا لا، تغيرت الفكره، انه كثير راسلوني نور نحب نتعلم الكروشيه، واكو مثل صيني يقول لا تصطاد لي سمكه، علمني كيف أصطاد. انه مثلا الشخص اوكي انه اعطيته قطعه بس ما راح يستفاد منها، مو مثل ما يتعلم يكون مصدر رزق له او راس مال له. فطموحي انه افتح مشروع انه لتعليم النساء او حتى الاطفال او حتى هذا يكون، بس حاليا احتاج مثلا ورشه او جهه تتكفل او تتبنى المشروع هذا. أكيد. أكيد. حتى انجح به ان شاء الله. طبعا احنا نتمنى انه انت توصلين لهدفك، لان هدفك حلو سامي، انه انت تريدين تعلمين موهبتك لغيرك حتى تفيدين هوايه غيرك. ما يعني خلينا نقول ما كانت عندك انانيه واحتفظتي بهذا الشيء لنفسك. واحنا نتمنى انه اكثر تتفوقين واكثر تطورين من شغلك، ويوصل
عربيا وعالميا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك طبعا، ونتمنى لك كل التوفيق. تسلم الله. اعزائي المشاهدين، خلصت فقراتنا اليوم باربيل، وراح نرجع لدبي. بكر شكرا لك، وشكرا لضيفتك. طبعا دائما المواهب العراقية الشابة هي مصدر فخرنا واعتزازنا، ونتمنى من كل الشباب، كل إنسان عنده فد موهبة معينة، أنه يشتغل حتى يطورها. شكرا جزيلا لك بكر. طبعا عودة حميدة كذلك إلى الهاشتاج مال حلقتنا لهذا اليوم، نذكر بسؤالنا التفاعلي، شنو هي الموضة اللي اتبعتها ولكن سببت لك إحراج؟ الاجابات كثيره ومتنوعه. هارولا ايش رايك معظم بالاجابات؟ معظم التعليقات هسه اللي اشوفه انه صراحه انا فرحانه، لانه مو كل احد يقدر يسوي هالشيء، انه هم كل اللي موجودين حاليا الشباب اللي موجودين انه ما يتبعون موضه معينه، يشوفون اللي يعجبهم ويعرفون اللي ما يعجب. هذا بالضبط، هذا دليل على الوعي خلينا نقول. بالضبط. اكو اجابه تقول ما البس شيء ما مقتنع به، ما مهتم للموضه. اكو وحده تقول تسريحه الفرق بالشعر. جماعه القاط بدون حزام، واكثر شيء همين السبايكي، هذا السبايكي اللي هيك طويل، اكو ناس معترضه عليه هواي. بالضبط. يعني والدي كان من الناس اللي عنده اكشن ومشكله ويا هاي الموضوع، اعتراض كبير على هذا الموضوع، لكن هي بالنهايه مرحله معينه من حياتنا مثل ما قال بكر، مراهقة، شباب، مرت هذه المرحلة فترة وتعدي بسلام خلينا نقول. طيب هسه احنا مستمرين وياكم مشاهدينا، بس خلينا نشوف احدى فقراتنا المتنوعة. اعتقد هذه الفقرة الجميع ينتظرها رولا، الجميع ينتظرها، لانه صراحة حتى تمتعني الي بنفس الوقت، وهي فقرة اليوتيوب. تلمع شواطئ جزيرة فاتهو بالمالديف وقت حلول الظلام بسبب تزايد الأعشاب البحرية أو العوالق النباتية على هذه الشواطئ. والعوالق النباتية والميكروبات البحرية لديها تركيبة معينة بيولوجية تسبب توهجاً وإضاءة طبيعية، هي الأكثر رومانسية في العالم. وهذه الشواطئ يطلق عليها اسم بحر النجوم، لأن هذا البحر يعني يصير طبقة بين البحر عاكسة مثل ما تشوفون انه هي تلمع، لانه تعكس ضوء النجوم. يمكنكم مشاهدة هذه الظاهرة باماكن معينة فقط، وهي سواحل جنوب فلوريدا في امريكا الجنوبية. شنو رايك ضحى بهاي الظاهرة؟ والله شجعتيني وحمستيني، وراح اعوفكم الظاهر واعوف دبي واعوف الاستوديو وصباح الشرقية، وهاجر الى جزر المالديفز. والله محتاجين اطلع جميلة، وتخلينا دائما نفكر ايش قد الطبيعة حلوة. مستمرين وياكم مشاهدينا بالهاشتاجات، خلينا نشوف الـ QR كود. كل اللي يقدرون يسوونه انه تفتحون شاشه تليفوناتكم وتوجهوها على التلفزيون وتاخذون الـ QR كود، حيظهر اسفل الشاشه من جهه ضحى. اسهل طريقه انه الواحد يجاوب صراحه. بالضبط، لانه راح ينقلكم بشكل مباشر الى سؤال حلقتنا، سؤال تفاعلي. طبعا شكرا جزيلا لكل الناس اللي قاعدين يشاركونا. اكو اكثر من اجابه تقول او تحكي عن البنطلون المشقق اللي تكلمنا اليوم ويا الضيف عنه. انا منشنت انه مو كل، هو قال لنا المصمم انه مو كل الاماكن يقدر يلبس. بالضبط. شنو بعد اكو عندنا؟ اللي يعجبني ألبسه والما مجبور ما ألبسه ولا أواكب الموضة مالته. والبناطير القصيرة همينة. بالضبط، البناطير القصيرة واحد من الإجابات همتين اللي لفتتني. البنطلونات البوري، وإجابات كثيرة. طبعا من الموضة وسؤالنا التفاعلي راح ننتقل إلى فتشي هو غذاء الروح، وهو الشيء اللي يثير في داخلنا الدهشة والإعجاب. راح ينضم لنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية الفنان التشكيلي باسم الشاكر، أستاذ وطالب ماجستير بجامعة آرت انستيتيوت. صباح الخير. اسمعني باسم. صباح النور. صباح الورد عليك. سمعت واضح باسل. طبعا الفن التشكيلي خلينا نقول بحر، وبحر عميق، فخلينا نحاول انه ناخذ دقائق يعني وجيزه حتى نفيد الجمهور اللي قاعد يتابعنا اليوم. من ايش وقت بلشت بالعمل التشكيلي؟ سؤال صعب.
أنا من عائلة فنية، ف يعني من أنا وطفل أهلي كلهم يحجون بالفن، وعمامي والدي جار رئيس قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة، عمامي كلهم موسيقيين، فربيت بعائلة فنية، وهذا كله ساعدني طبعاً، ساعدني أنه أنشأ نشأة صحيحة. وراها بديت في معهد الفنون الجميلة، وبعدها كلية فنون جميلة، وبعدها صرت أستاذ في معهد الفنون الجميلة، وبعد بديت الحياة الفنية كلها. زين باسم، شنو هي دائما الرسالة اللي أنت تحرص على أن تقدمها بأعمالك وتعكسها على أعمالك؟ سؤال حلو بس صعب، لأن إحنا مرآة داخلنا، وداخلنا يتأثر بالمحيط الدائق مدائرة. نعم. فالرسالة دائما مرات تتغير، بس هي كلها تصب بالرسائل الإنسانية. زين، يعني تقدر تقول هذا شلون أقول لك، يعني يخلي تقدر تقول إنه أنت قدرت ولو 50% إنه تعكس شخصيتك على فنك. هي لازم، هي شخصية موجودة، يعني أنا شخصيتي موجودة باللوحة لأن أنا جزء من العمل الفني، فهذا شيء جدا مهم. يعني أنا ما أقدر أفصل شخصيتي عن العمل الفني لأن هو طالع من داخلي، فهي مشكلة يعني أنه أنا أقدر أفصل بين العمل الفني وشخصيتي. طيب، فأني هو أنا العمل الفني، أنا جزء من العمل الفني أو الشيء الرئيسي. طيب السؤال، شنو أضاف لك اختلاطك بالمجتمع الغربي من حيث اختلاف الرؤى والأفكار؟ الإنسان لما ينتقل من بلد أو من مكان إلى مكان آخر تتغير عنده الصورة أو النظرة لبعض الأشياء، فشنو أثر بك الانتقال؟ الحرية، الحرية اللي أخذتها أنا من الغرب، والثقة بالنفس. هل أنت تقصد حريتك بالرسم؟ أعبر عن ما بداخلي بكل سهولة. يعني أي فكرة تطري ببالك تقدر ترسمها؟ وإعطاء الرأي بدون قيود. حلو، ممتاز. طب هل ممكن هذا الشيء يسبب لك إحراجات أو يحطك خلينا نقول مفترق طرق؟ أكيد. شلون قدرت تتعامل مع الرأي المختلف لما المقابل؟ كلش هواية. يعني تفضل أسمعك. يس، كمل سؤال. شلت أقول شلون تقدر تتعامل ويا اختلاف رأي المقابل؟ صار كلش هواية. ليش؟ لأن الحرية اللي أنا، لأن الحريه اللي انا اخذتها، او سوري بس الصوت ده يروح ويجي، بس الحريه اللي انا اكتسبتها بالاعمال الفنيه، ايش صار عندي تناقض بين ما انا موجود عندي من مشاعر، وبنفس الوقت الحريه الموجوده بالعمل الفني. اوكي، صار هوايه ناس ما قاموا يستقبلوها بصوره صحيحه. زين، وصار عندي انتقادات كلش هواي، خصوصا بالعراق وبالوطن العربي، بس بأمريكا وبأوروبا بالعكس كان استقبال الأعمال الفنية يعني اللي أنا سويتها عندهم كان استقبال جدا جميل وراقي جدا. فلهذا صار عندي مشاكل هواية، خصوصا تعليقات بالإنستغرام مالتي حدث ولا حرج. طيب باسم، احنا حكينا عن الحريات، انه انت مارست حريتك وعكستها على لوحاتك بنفس الوقت، وهالشيء اكيد شفنا احنا بصفحتك على الانستغرام، بس انا اريد اعرف الصعوبات اللي واجهتها كشخص مغترب بعيدا عن الحريه. شنو اللي واجهته انت كفنان، كفنان داخل على مجتمع جديد، على فن جديد، شنو هي الصعوبات اللي واجهتك؟ صعوبات
سؤال حلو. والله اكو شغله كلش مهمه، انه اني من 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 كنت بالعراق كنت ارسم لوحه عراقيه. نعم. فاللي بامريكا اللي بفرنسا اللي بالمانيا اللي بايطاليا ما راح يفهم شنو هاي. فلازم من الصفر انه احط العمل الفني اللي انا كنت اشتغله سابقا بالعراق اوكي الى عمل لغه اي انسان عالم يقدر يفهم هذه اللغه. وهذا شيء جدا صعب، يعني انا عانيت من وراء الى ان عندي اخر اعمال اللي هي سيمفونية الموت اعمال كان اساس فكره هذا العمل، انه اي انسان بالارض يقدر يفهم هذه اللوحات. نعم. ما كان في اي مكان بالعالم، مو الا بالعراق او بالوطن العربي او اوروبا او امريكا، اي مكان اللي يشوف هاي العمل يقدر يفهم. واشتغلت على هذا الشيء بشكل كلش مكثف، بس تعبني، يعني تعبني جدا لان اخذ مني جهد كلش هواية. طيب باسم، لازم اختار فيمات معينه، هاي الفيمات لازم تكون يعني شلون اقول لك، كل الناس لازم يفهمها. طيب باسم، هذا يس. نعم. السؤال هو شنو هي اللوحات اللي قدرت تستوحيها من خلال تجربتك بالغربة؟ خلينا نسميها لوحات المهجر، يعني اللوحات اللي استمديتها أو ألهمتك في غربتك بشكل وجيز أو مختصر. سؤال صعب، لأن أنا قلت لك إحنا عبارة عن، يعني دواخلنا هي عبارة عن مرآة لنا بالداخل، ولوحاتنا هي نفسها. زين، فالمشكلة وين؟ المشكلة إنه من أنت تختلطين بمجتمع راح يتأثر، راح تتأثرين بهذا المجتمع، وهذا التأثر راح ينعكس إيجابياً أو سلبياً على العمل الفني. الأشياء اللي استوحيتها من الأعمال الفنية هنا هي شلون أرسم عمل فني يكون بصورة ناضجة، بحيث أكو بيها توازن فكري عالي هذا العمل الفني، وبنفس الوقت يقدر يوصل للعالم. هذا هذا الشعور شعور جميل جدا، بس بنفس الوقت شعور غريب نفس. نعم نعم باسم، تحسين في كونفيوزنج وتوماتيكيه كلش عاليه. نعم باسم. باسم اشكر لك وجودك ويانا، نورتنا اليوم، وان شاء الله اتمنى لك انه تشارك بمهرجانات عالميه وتكون شخص ناجح اكثر من هالشكل. أتمنى لك كل الموفقية بحياتك، وأشكرك مرة ثانية. مع السلامة. يا قلبي مع السلامة. باي باي. طبعا اكتساب الوزن بطريقة سليمة هو محور الحديثة اللي راح يكون مع تبارك من بغداد، مع ضيفها أخصائي التغذية عمار غازي الأنصاري. نروح إلى تبارك وهذا الموضوع اللي شاغل أذهان الكثيرين. صباح الخير والعافية لكم مشاهدينا، يا رب يكون صباحكم حلو مليء بطاقة حلوة. دائما منطرق إلى موضوع السمنة وطريقة علاجها، بس اليوم موضوعنا راح يكون بالعكس، راح نحكي عن الأشخاص اللي يعانون من الضعف وشو ممكن أن يسمنون بطريقة تكون صحية أكثر. بس أكيد راح نعرف هذا الموضوع أكثر ويا الدكتور الاختصاص عمار غازي الأنصاري، اختصاص تغذية والعناية بالجسم. صباح الخير دكتور. صباح النور عليك وعلى متابعيكم الأعزاء، أهلا وسهلا بيك. بداية دكتور، مثل ما ذكرت أنه دائما أي شخص مثلا ضعيف يحاول يسمن، ممكن أنه يسمن بطريقة غير صحية، أو ممكن يقول لك مثلا أنا أكل أكل بدهون، أكل حلويات ممكن تسمني، فشو ممكن أنه واحد يسمن بس بطريقة صحية تكون؟ طبعا احنا موضوع الضعف المفرط هو من المواضيع اللي جدا مهمة،
واللي يعني كثير من الناس اكيد ان هم يعانون من عندها. احنا حتى ناخذ فكره بسيطه يعني ننطي المشاهد عن الضعف المفرط. الضعف المفرط هو الاشخاص اللي يكون اوزانهم دائما قليله، طبعا الاسباب مرضيه واسباب غير مرضيه. اكثريه الاسباب نقدر نجزئها هي مثلا اعتلال الغده الدرقيه، يصير في بعض الاحيان عند كبار السن تلاحظين الشخص من يكبر يبدي يضعف ويقل الوزن مالته. المرضى اللي يعانون من السكري، بعض الامراض امراض الجهاز الهضمي مثلا المالابزوربشن، سوء الامتصاص اللي نقصد به، او السيلياك ديزيز، حساسيه الحنطه. بالاضافه لهذا من اهم الاسباب اللي هي العادات الغذائيه السيئه اللي هي مرات تكون السبب والحافز الرئيسي حتى يعني يكون الضعف هو سيد الموقف. بالنسبه للاشخاص اللي مثلا يكون انه بعدهم شباب بس يعانون من هذا الضعف، من الضعف المفرط. مو بس الشباب، كافه الفئات العمريه، ممكن تكون الاطفال، ممكن يكون الشباب، وممكن حتى يكون الكبار بالسن انه يكون عندهم هذا الشيء. فطبعا احنا يعني راح نتطرق لكل سبب فد تطرق بسيط. مثلا الغده الدرقيه اللي الهايبرثايرويدزم اللي يصير عندنا زياده بفرط بنشاط الغده الدرقيه راح يسبب لنا ويأثر يسبب الضعف المفرط. طبعا هذا اكيد يعني يحتاج علاج، متابعه الطبيب المختص حتى يقدر يسيطر على الوزن. التقدم بالعمر هذا نتيجه حتميه طبعا يتغلب عليها الانسان بالانتظام بالاكل وبالاكل الصحي، بالمواظبه على الفيتامينات، المواظبة على الرياضة حتى ما يمر بجسم بمرحلة ضمور وبالتالي راح يعاني بعدين من الضعف المفرط. السكري، السكري واحد من أسباب يعني الضعف الرئيسية. يعني تشوفين شخص مثلا كان وزنه حتى فوق 100 كيلو على غفلة تشوفين أنه نزل الوزن بالضبط، يعني هذا يكون أكيد السبب الرئيسي هو السكري لأنه قلل الامتصاص وبدت يعني هذه من الأسباب المرضية نقدر من الأسباب المرضية. نبدي بالاسباب اللي هي احنا نشوفها اللي نسميها الباد هابتس اللي هي العادات الغذائيه السيئه، واللي معظم اللي يعانون من النحافه المفرطه ان كان هو او اهله يعانون وياه من هاي العادات السيئه. يعني من اهم هاي العادات السيئه مثلا تشوفين طفل ما بيفد شيء او شاب مراهق ما بيفد شيء بس تشوفين جسمه ضعيف بنيته ضعيفه. طبعا الضعف هو له تاثيرات راح يكون على دراسته وعلى الذاكره مالته وعلى قوته الجسميه اللي يمتلكها بهاي المرحله. فتشوفين الحاح الاهل دائما يردون انه يكون البنيه الجسميه ممتازه له. صح، دائما نشوف اهلي مثلا يضغطون مثلا اكل حتى تسمن. بالضبط، هنا يضغطون دائما عليهم خصوصا الطفل. هنا الناس تفرح اذا تشوفه سمين حتى لو مرض، يقول لك احسن من الطفل الضعيف دائما. هو طبعا مو صحيح، بس احنا الوزن المثالي هو كلش ضروري. من هاي العادات السيئه مثلا خصوصا بالوقت الحالي مثلا انه الاكل اللي هو الشوكولاته، البيبسي، الاكلات اللي هي الهاي انرجي يعني تمتلك هاي الكالوري مالتها كلش يكون عالي. طبعا هاي من راح يتناولها الطفل مو بوقت الاكل، مثلا هو الغداء بالوحده يتغدون ب 12 اكل فد نستله. طبعا هو يعني فد شيء بسيط يجوز يردون يفرحوا بيها بالبيت او شيء، بس هذا فد شيء خاطئ اصلا. ليش؟ لانه بهاي الحاله هو انتهت شهيته للاكل اصلا. راح يجي للغداء انه يكون هو ما مشتهي الغداء، بهاي الحاله يعني راح اثر عليه تاثير قوي وخلاه انه الشهيه تقل. الشيء الثاني اوقات الـ 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 يعني تقسيم اليوم هذا كلش مهم. يعني انه من الطفل يتعود انه هو بدون ريوق. ليش؟ لانه هم مستعجلين وهو يعني ملحق وده يروح راسا. وجبه الريوق جدا ضروريه لانه الانرجي مال البدن راح تكون كلها أشخاص من عندها. يمكن انه كل يعني مستغنين عن انه الريوق دائما انه مثلا ما نشتهي الصبح او ما ناكل الصبح، فشو ممكن هذا انه يسبب تاثير؟ هذا راح يكون له تاثير اولا على الايض الخلوي للجسم لانه السمنه والنحافه اثنينات يجن من سوء توزيع الغذاء اثناء اليوم. الافضل هي تكون وجبات متفرقه اثناء اليوم. طبعا لازم تكون وجبات صحيه حتى تقدر انه يزيد الوزن، يعني حتى يكون يزيد الوزن، بس لازم يبتدي اليوم مالته فد وجبه يكون بها الكالوري عاليه حتى يكون باعتبار انه الطالب ولا الطفل اللي دا يروح للمدرسه مالته او حتى الموظف يكون تركيزه عالي، يكون طاقته الجسميه عاليه، فبهاي الحاله راح يكون هو مرتاح. بس من يكون تناوله قليل ايش راح يسبب له هذا؟
راح يحتاج النيرجي هنا ايش راح يبدي الجسم راح يسوي ديستركشن من التشوز اللي هو يمتلكها راح يبدي يسحب من اللي الخزين اللي موجود فبالتالي راح يعني البنيه مالته تضعف اكثر راح يكون عنده احتراق اكثر بهاي الطريقه بسبب انه قله الاكل بالله. اكو بعض الاهالي يمكن انه يضغطون يعني على اولادهم انه مثلا يجيبوا له مشهي او فد اي وصفه هي تكون ما معروفه انه شافوا فلان اخذها سمن عليها وجاوا ينطوها له فشنو ممكن تاثيرها هذه طبعا هو احنا ضد اي شيء انه هو ما معروف وما اتخيل انه هذا الشيء يعني موجود بكثره موجود جزء فد شيء قليل بس مشهي وارد انه ينطون الاهل يعني ممكن انه ياخذ احد انه بدون وصفه الطبيب له ضروري لا ما ممكن بس بس, بس بالاقل من هو يعرف انه شنو اللي دا ياخذه هو حتى المشهي من ياخذ لازم يصير له تيبرنج يعني انه ما ينقطع بصوره مفاجئه يعني حتى من يقطعوه لازم بصوره تدريجيه لان الجسم ما يصير انت تعودين اليوم على شيء وتجين تقطعي عنه مفاجئ وحسب احتياجه لانه هذا بجرعه مختلفه بين شخص وشخص وأوقات طويلة ما يصير أنه يستمر عليه لأنه بيه ضرر للجسم فإحنا ما نريد نضر الجسم بالعكس نريد أنه يستفاد بس هو قبل العلاج أهم شيء لازم يتجهون يعني تصحيح اليوم تصحيح اللايف ستايل وبعدين بالحالات المرضية تتعالج يعني أنا أشوف أنه آخر حل هو المشهي يمكن للحالات اللي يعني شلون واحد كلش يعجز من يعني هذا بالضبط زين شنو الحالات اللي بالعادة تجيك إنه يعانون من هذا الضعف المفرط شلون تتعامل وياهم شنو الخطوات الأولى اللي تنطيها لهم أو الأسئلة الأولى اللي تسألها لهم إحنا بغض النظر عن الأسئلة الأولى أنا أشوف إنه مريض الضعف المفرط دائما يحتاج للدعم النفسي ليش لأنه راح يكون هو تشوفيه دائما ما يريد يطلع من البيت اكو هوايه من المرضى من يجوني خصوصا البنات ما تريد تطلع ليش لانه الجسم يعني الجسم نحيف جدا انتقادات تتعرض لها هوايه فهنا لازم يطمئن لازم يحصل على الدعم النفسي قبل لا يحصل على هذا الشيء يمكن يسبب انه قله ثقه يعني طبعا اكيد دائما حتى انه ممكن من تقيس الملابس انه كل شيء ما حلو علي تشوف طبعا جسم الانسان مرآته بالمجتمع هذا انت اليوم من الجسم جسمك حلو ثقتك بداخل المجتمع من تمشين من هاي راح تكون يعني ثقة عالية بينما الأشخاص اللي يعني انتقادات وهاي راح تخليهم يتجنبون هواي مواقف يتجنبون هواي أشخاص فبهاي الحالة راح تأثر عليهم سلبا طبعا احنا راح أي مريض يعاني من الضعف نبدأ بالفحوصات وياه بالبداية سواء كانت فحوصات سريرية أو فحوصات مختبرية نتوصل لازم للسبب الرئيسي طبعا يكون مرات نكتشف السبب من الهستري يعني من حكينا ويا المريض ومن معرفة انه هو ايش دا ياكل شلون ينام شو وقت يطلع اكو اشخاص يقول لك انا اشتغل ما لحق اكل بس بالليل يعني حسب كل شخص والحاله مالته يعني الحاله النفسيه والاعصاب مرات انه اكو اشخاص ينفعلون ودائما عصبيين هالشيء ممكن ياثر يعني طبعا. على وزنهم طبعا السترس له دور كلش كبير باللي يعانون من النحافه اي انسان نحيف راح يقول لك انا مجرد ان نضجت حس بالم بدايه المعده حس بلعبان نفس يريد ان يتقيأ مرات انه هاي شنو الاسباب انه هو يعني هذا كله لانه حامضيه المعده يصير افراز الحامضيه مال المعده 3 أضعاف الاوقات الاعتياديه باثناء السترس فهذا راح يسلخ البطانه الداخليه للمعده ويسبب له هذا الارتجاع اللي هو يأثر على حياته ويأثر على شهيته بالضبط. حلو. يعني مثلاً أي شخص يريد يسمن لازم إنه ينظم أوقات الأكل أولاً. بالضبط. وأيضاً إنه يأكل أكل صحي. زين. وياها أيضاً تمارين رياضية هل إنه تساعد أو تكون مفيدة ويا هذا النظام؟ طبعاً أي الرياضة هي مفيدة بكل الأوقات. مفيدة للضعيف ومفيدة للي يعاني من زيادة الوزن ليش لأن الرياضة هي أصلاً راح يبدي يحتاج للطاقة حتى أنه هو يتمرن الجسم راح يحتاج حتى يمر بعملية الأنابوليزم اللي هو البناء فبهاي الحالة راح يحتاج أنه للغذاء راح يبدي يتعرف على الأكل من جديد ويبدي احتياجاته للأكل الزيت تدريجياً ويحصل على بنية جسمية صحيحة شكراً لك دكتور طبعاً معلومات كلش حلوة مهمة وهذه نصيحة مهمة يعني لأي شخص أن يعاني من الضعف أنه ما يلتجئ بسرعة إلى الأشياء الضارة والغير صحية ويتبع التعليمات اللي ذكرها الدكتور شكراً لك ونورتنا شكراً لكم طبعاً مشاهدينا مكملين وياكم لكن حنعود إلى استديوهاتنا في دبي
طبعا حلو انه احنا نقدر نزيد وزننا بطريقه صحيه وملائمه لاجسامنا. معظم الناس تحاول تضعف نفسها بطريقه جدا سيئه، ومعظمهم يحاولون يزيدون اوزانهم بطريقه سيئه ايضا، ولكن الدكتور وضح لنا طرق معينه على مود احنا نقدر نسمن بطريقه صحيه جدا. وصلنا الى اخر فقره ويا تضحى. طبعا الفقره هذه نستعرض من خلالها اجاباتكم على السؤال التفاعلي، ونحب طبعا دائما احب اني اشكر الناس اللي يتفاعلون ويانا ويرسلون لنا اجاباتهم على السؤال، فخلينا نشوف شنو الاجابات اللي تم اختيارها. صراحه انا متحمسه. انا همتين، خلينا نشوف. إذا التذكير بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو هي الموضة اللي سببت لك الإحراج نتيجة مواكبتها؟ الإجابات كانت مختلفة. نبدأ بسمية تقول شعر الولد لطويل وربطة، يعني لما يربط شعره. عندنا إجابة ثانية تقول دائما أواكب الشيء اللي يناسبني، وقلنا رولا هذا دليل على الوعي. عندنا تعليق آخر، المكياج أو العدسات الغير مناسبة للون البشرة. دائما لازم نختار الشيء المناسب لنا، ما يروح بعيد عن شخصيتنا. الإجابة الأخيرة كانت من جنة أزين طاسة. طبعا هذا أكثر تعليق ضحكني، كنا نناقش جوا الهواء، كنا حكيناه جوا الهواء أنه شلون هو يزين طاسة، يعني هو يحط طاسة على رأسه ويزين دائما ما يدورها. بالختام مشاهدينا نحب نذكركم أنه إحنا كل يوم من يوم الأحد لحد يوم الأربعاء متواجدين وياكم من الساعة 10:30 للساعة 12:15. حلقتنا اليوم كانت متنوعة، إن شاء الله استفادتوا منها، ونحب نقول لكم أنه لا تروحون وراء الموضة، روحوا وراء اللي يناسبكم، وراء اللي يناسب شخصيتكم، وراء اللي يعكس ثقافتكم ويعكس وعيكم. نتمنى لكم ويكند سعيد، نهاية أسبوع سعيدة. شو رأيك؟ طبعا شكرا لك رولا، وشكرا لكل من تابعنا اليوم في حلقتنا. نتأمل انه فقراتنا المختلفة نالت اعجابكم. الحياة فيها خيارات جدا كثيرة، كل اللي عليك تسويه ان تكون شخص واعي وتعرف تختار الشيء اللي يناسبك سواء في الموضة او غيره. دائما تذكر ملابسك، تصرفاتك، سلوكياتك تعكس من انت. طبعا وصلنا وياكم الختام حلقتنا لهذا اليوم، ونشوفكم ان شاء الله بحب وخير الاسبوع القادم.